برعاية سعودية، عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا. وساطة ولي العهد السعودي تنجح بالإفراج عن 10 أسرى. الأسرى المحررون من 5 جنسيات: المغرب وأمريكا وبريطانيا والسويد وكرواتيا. السعودية نقلت الأسرى من روسيا إلى الرياض. 21 من سبتمبر 2022 وصول الأسرى 10 إلى السعودية. تأييد دولي واسع لوساطة ولي العهد السعودي. نشكر شركائنا السعوديين على المساعدة في قيادة هذه المبادرة الإنسانية وتسهيل عودة 10 رعاية أجانب بمن فيهم مواطنان أمريكيان استقبلهما فريق سفارتنا في الرياض. كانت مبادرة جيدة نظراً للعلاقات التي يمتلكها ولي العهد مع روسيا، كانت فرص النجاح مرتفعة، وأنا ممتن جداً له على هذه النتيجة الرائعة. سمو العهد يتابع طبعاً الأزمة في أوكرانيا منذ بدايتها وعرض وساطته على الطرفان، على روسيا وأوكرانيا، لإيجاد حل لها. ومنذ ذلك الحين وهو سموه يتابع التطورات، وعندما علم عن موضوع هذول الأسرى وصعوبة خروجهم والتعقيدات، لأنها كانت عملية معقدة الحقيقة، منذ أبريل بدأ في الحوار مع الأطراف وعمل عليها باستمرار خلال الفترة الماضية إلى حين تمت الصفقة وخرجوا والآن في طريقهم إلى أهلهم. فكان هذا نتيجة حقيقة لاستمرار سموه في متابعة الأمر وحواره المباشر مع جميع الأطراف.